الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم احمد. ايوه يا استاذه، حتى كمان تعالى طمنك واسالي فيروز وغزل بنفسك يا استاذه. كل سنه وانت طيبه يا مدام، نهارك زي الفل ان شاء الله. ربنا يخلي لك بيتك يا رب. شكرا يا حبايبي. العفو يا مدام. اتفضلي. ربنا يخليك يا مدام. معلش يا مدام. نعم. احنا عايزين نتعشى والنبي يا مدام. عينيا حاضر. ربنا يخلي لك بيتك يا رب وتطلع دكتوره قد الدنيا. شكرا. الف شكرا يا مدام. يلا يا مكه. يلا يا سوان. يلا يا ام. ثواني يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ هما دول بيشحطوا؟ لا يا حبيبتي مش بيشحطوا ولا حاجه، دول غلابه وبيشتغلوا ان هما بيمسحوا عربيات. طب ليه بيعملوا كده؟ ليه بيمسحوا عربيات؟ عشان يجيبوا فلوس يصرفوا بيها. طب ثواني يا ماما، عايز اسالك سؤال كمان. اسال. هو انت ليه عطيتي لكل واحد 5 جنيه كمان؟ عطيت لهم عشان هما بيقولك عايزين يتعشوا، فحرام صعبوا عليا. طب ثواني، هما ليه بيشتغلوا؟ يعني هما مش عندهم اب وام؟ في اللي عندهم اب وام وفي اللي ما عندهمش، بس بيشتغلوا عشان يجيبوا فلوس عشان يعرفوا يجيبوا اكلهم وشربهم يعرفوا يعيشوا. طب ثواني، هنسالوا اسئله كتير. اللي ما عندوش اب وام بيعيش فين؟ ممكن يبقى عايش عند قرايبه، ممكن حد متبنيه يعيش معاه، ما نعرفوش احوالهم ايه. احنا مالنا، احنا مالنا، يلا قدامي. يلا يا فريد. يلا يا غزل. امنية ازيك يا امنية؟ ازيك يا غزل؟ ازيك يا فيروز؟ الحمد لله يا امنية. امنية تلعبي معانا؟ لا تلعب معاكوا ايه، ما ينفعش دلوقتي، الوقت متاخر. يا ام امنيه سيبيهم يلعبوا هنا قصاد عيني، ما تقلقيش عليهم. والنبي يا طنط خلي امنيه تلعب معانا. عشان خاطري يا ماما. ماشي يا امنيه، عشان خاطر خاطرك انت. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ماشي هطلع بقى وتلعب مع بعض. طب انا ثواني اروح اشرب ميه وانزل له. امنيه احنا هنستناك على الجنين، بس بتمشيش الكوره. حاضر. يلا يلا يا غالي. يلا اتفضلي يا استاذه. اتفضلي. اتفضلي يا استاذه. نفسي يا حياه. الحمد لله. الحمد لله. نفسي يا حياه يا بنتي اشوفك اكبر بوابه في الدنيا دي كلها كاتب شبهي. صح يا حياه؟ كلها خلصتيها كلها؟ قولي لي يابا. يابا. اي حياه خير. احلى كلمه يابا سمعتها والله. انا بهدلت ايدك شوكولاته. بهدلت ايدك شوكولاته؟ اغسلها لك؟ حاضر يا بنتي حاضر. تعالي يا بنتي تعالي تعالي اغسل لك ايدك. كويس. عم احمد البواب مش موجود، عشان لو كان هنا كانش خليني اطلع بره في الشارع. انا بقى هطلع بره في الشارع وامسح عربيات زي اللي بيمسحوا عربيات. عايزه اعيش حياتهم، اشوفهم بيعملوا ايه، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بيعيشوا ازاي، حياتهم عامله ايه. عايزه اشوفهم بيناموا فين، عايزه اعرف كل حاجه عنهم. ايه ابطل السجاير واكون انسان جديد. كابتن لو سمحت. كابتن شايفاني لابس فانيلا وشورت ولا ايه؟ طب لو سمحت. عايزه ايه؟ هو انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ شايفاني لابس عبايه وماسك فوطه، اكون بشتغل ايه؟ بمسح عربيات. بمسح عربيات؟ طيب انا عايزه امسح عربيات شبهك. تمسح عربيات ايه؟ شبهك. تمسح عربيات في منطقتي؟ ايوه انا عايزه اعيش يوم كامل. تعبيطه ولا ايه؟ في ايه؟ خدي بعضك وامشي من هنا، دي منطقتي. امشي؟ ايوه امشي من هنا. طب انا عايزه امسح عربيات. طيب خلي بالك انا ممكن اديكي باليد في وشي. فيها كيون بتزعق كده ليه؟ عايز تمسح عربيات في منطقتي. انت عبيط، دي غنيه يا عم، دمها لسه مرادينا كل واحد ب 10 جنيه. عشان امها عطتك 10 جنيه بتحملها ولا ايه؟ مالكش دعوه بيها يا كيم. وبعدين يا كيم منطقتك منين يعني؟ منطقتك جنبنا، وايه اللي جابك منطقتنا يا كيم؟ كنت جاي انام يا مكه. ما تنامش، روح نام لك في حته تانيه. خلاص يا مكه هطلع انام. ده ايه ده؟ انت عايزه تمسح عربيات؟ ايوه انا كنت عايزه اعيش يوم كامل امسح عربيات. انت مش وشي بهدله. لا انا عايزه اجرب. طب انتوا بيتوا فين؟
احنا بصي احنا بننام تحت عربية، في العربية مثلا، تحت شجرة، في الجنينة، اي حاجة. وبعدين انت عايز تمسحي عربيات معانا، ده انت جميلة وغنية ولبسك جميل. لا انا عايزة اجرب، عايزة اعيش حياتي. انت مش وشي بهدلة. لا لا بص، حتى انا جبت الفوطة معايا كمان. ايوه هي، بصوا هي جميلة على فكرة. ثانية اوريكي من نامو ازاي. ميه ايه ده؟ فتحة يا مسمار. ميه ايه ده؟ ثواني بس، هو انا ينفع اسأل سؤال؟ اتفضل. هو ده يطلع العربية عادي؟ اما ده يطلع العربية ازاي؟ اصل هو بيصعب علينا، واحنا بنلم كل الناس بتاعت المنطقة وبيشيلوه ويطلعوه على العربية. اسمه ايه؟ اسمه هاني. طب وده؟ ده اسمه مسمار. ايه؟ مسمار. وانا هاني. ايوه انا اسمي مسمار. انت مسمار؟ ايوه. وانا هاني. مكة مين دي؟ صاحبتي. والله ده عندي مسمار. يلا نام كمل نوم. يلا هاني نام. ماشي يا صال. ايوه كده كملوا نوم. ستي تعرفي حد بالمناظر دي كده؟ امال ايه؟ دي نضيفه قوي. طب فكرنا معفنين شبهكم. بس انا عايز اكل فراخ. هنجيبلك احنا كمان فراخ. جعان. اشتغل وانت هتجيب فراخ. نعم يا مسمار. الدب الجعان كان هياكلني. انت بتحب الفراخ؟ بحب الفراخ قوي بجد. والله. خلاص يلا هاني نام. ماشي. يلا مسمار انت كمان. حاضر. مش عايز حاجة؟ حبيبة مسمار. ايه فرحة العربيات معاكوا علمتوني ما اعرفش ازاي. خلاص ماشي. السلام عليكم. حرة انت اللي قلت. مكان يا مسمار. حاضر. هو انتوا اتعلمتوا ازاي تمسحوا عربيات؟ عادي كده تمسحوا عربيات ازاي؟ انا مش فاهم. عادي. تعالي وانا اقول. تعالي وانت هتشوف. افتحي يا والدة. اقفلي يا والدة. افتحي يا والدة. اقفلي يا والدة. والدة من هنا شوكولاتة. والدة من هنا شوكولاتة. والدة من هنا شوكولاتة. الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. يا عم احمد نديلي أغنية عشان كفاية كده. أمنية؟ أستاذة أمنية ما نزلتش النهاردة. يعني إيه ما نزلتش؟ من ساعة ما طلعت معاكي وما نزلتش، ده حتى أستاذة غزل وأستاذة فروز بيلعبوا في الجنينة ولسه جايين سألين على أمنية، قالوا لي يا عم أحمد هي أمنية هتنزل إمتى؟ قلت لها باين عليها ملهاش مزاج النهاردة. أنت بتقول إيه يا عم أحمد؟ أنا زي ما بقول لك كده يا ست هاني. أمنية نازلة بقالها ساعة وأكتر كمان يا عم أحمد. يا ست هاني ما أنا قاعد هنا أمنية ما نزلتش خالص. ازاي يعني؟ ايه الهزار ده؟ انت متأكد ان انا متلعبش مع غزل؟ ايوه يا استاذة متأكد والله. طب انا نازلك يا عم. تعالي يا استاذة اتفضلي. وانا قاعد هنا من الصبح امنية ما مرتش قدام مني قاعد انا. يلا خش. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا ستي بص، الناس دي بيحبوا يسمعوا الكلام الحلو. يعني ايه؟ ربنا يخليكي يا مدام، كل سنه وانت طيبه يا مدام، نهارك زي الفل ان شاء الله، ربنا يخلي لك بنتك يا رب، ربنا يخلي لك ابنك، بيحبوا يسمعوا الكلام ده. وكمان الصبح، كل سنه وانت طيبه يا مدام انا ما فطرتش، والظهر كل سنه وانت طيبه يا مدام ربنا يخليكي يا رب انا ما اتغديتش، وبقى برضو ايه بالليل كل سنه وانت طيب، هتقولي له ايه؟ انا ما اتعشيتش. هيرضيك، هما بيحبوا الكلام الحلو ده. ماشي. هدخل الاول؟ لا بصي انا هخش الاول وبعدين صالح وبعدين انت اخر واحده. ماشي. تمام؟ ماشي. كل سنه وانت طيبه يا مدام، نهارك زي الفل ان شاء الله. وانت طيبه، خدي حبيبتي. ربنا يخليكي يا مدام. شكرا يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة يا مدام، ربنا يبارك لك يا رب. خد يا حبيبي. شكرا. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا طنط. يا مدام. وانت طيبة حبيبتي، اتفضلي. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. طيب شكرا شكرا. خلاص انا ما اتعشتش يا مدام، ربنا يخليك ويكرمك يا رب ويخلي لك عيالك يا مدام، ربنا يكرمك
خلاص وخليك يا مدام. خلاص والله والله خلاص. ان نفسي افهم انتوا بتحفظوا الكلام ده ازاي. ايوه ما مش انا لما اقول لك كلام حلو اديني فلوس. طيب ماشي اتفضلي. عايزه تاني ولا كده كفايه؟ ربنا يخليك يا مدام يا رب. ربنا يكرمك يا مدام. خلاص ماشي حبيبتي شكرا. خلاص ماشي يا مدام. ربنا يخليك يا رب ويكرمك يا مدام. ماشي شكرا. خلاص شكرا. ماشي اتفضلي. الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم احمد. ايوه يا استاذه. حتى كمان تعالى اطمنك واسالي فروز وغزل بنفسك يا استاذه. طب تعالى معايا بسرعه. مع انه استاذه فروز واستاذه غزل لسه جايين سالين على امنيه. يلا يا عم احمد بس انا هطمنك. اتفضلي يا استاذه. يلا بصوا انا اشتغلت بفلوس قد ايه. طب هاتيها بقى. لا ليه، انت غنيه مش محتاجه فلوس. لا ما انا عايزه اروح اديها لماما، ماما تفرح بيا، هوريها انا اشتغلت قد ايه وجبت فلوس من نفسي. انت حره. طيب انا عايزه بقى اسالكوا سؤال. اسالي اتفضلي. انا عايزه اعرف كل حاجه عن حياتكم. عايزه اعرف كل حاجه. عادي احنا عايشين شبه ما اي حد ما عايش. انا ومك اخوات، وابونا بيمسح عربيات في الشارع اللي جنبنا، وامي بتمسح عربيات على البحر. عيلتنا كلها شغاله في مسح العربيات من الاخر. طب بتاكلوا وتشربوا ايه بقى؟ بناكلوا احلى اكل وبنشربوا احلى شرب، ولو قلنا لبابا على اي حاجه بيجيبها لنا. ايه ده؟ يعني انتوا مش غلبانين؟ وكمان عندنا نت وعندنا تليفون وعندنا بيت وعايشين احلى عيشه. يعني انتوا مش غلبانين؟ غلبانين ازاي بس؟ بص انا عايزه اقول لك على حاجه، الفرق بيننا وبينكم اللي انتوا اغنياء، عندكم فيلل وعربيات ملاك وكده، احنا ما عندناش. يعني بص بابا ما عندهوش فيلا وما عندهوش عربيه، لكن انتوا عندكم فيلا وعندكم عربيه. تمام. طب العيال كانوا نايمين في العربيه مين؟ بص هقول لك انا. قول. في اللي ابوهم وامهم رامينهم في الشوارع، وفي اللي ابوهم رماهم في الشارع عشان عايز يتجوز. يعني بص كيمو دوت ابوه رماه في الشارع عشان كان عايز يتجوز، ومسمار دوت تايه من امه وابوه، وهاني دوت ام رمته عشان كانت عايزه تتجوز. بجد؟ بجد. وفي منهم كتير عارفه اللي هم بيشتغلوا بيه، بياكلوا ويشربوا بيه ويناموا كمان. على فكره احنا في مدرسه شبهكم متعلمين كمان. بجد؟ بجد. طب كل بقى اللي بيمسحوا عربيات يبقوا عايشين في بيوت وبيروحوا مدارس وكل ده؟ لا بصي احنا اهو هما مش باينين عليهم شبهنا، يعني احنا اهو لابسين لبس نضيف، عبايات نضيفه، ايه احنا كده يبقى عندنا بيت، لكن اللي هما لابسين عبايات مش نضيفه يبقى هو كده ما عندهمش بيت. شبه مسمار وكيمو وهاني. بيناموا في اي حته هما عايزينهم، تحت عربيه، في نجيله، في اي حاجه، في تحت شجره مثلا، اي حته بيناموا فيها. فهمت. بقولك روحي بقى عشان انتي بنت ناس ومامتك ما تقلقش عليكي. اروح؟ لا انا عايزه امسح عربيات شويه. ممكن امك تقلق عليك وتيجي عشان تاخدي. طب خلاص ماشي روحوا انتوا بعد كده انا هروح. خلاص ماشي يلا بينا. يلا يا مك. انا بقى اروح اجرب امسح عربيات لوحدي، هشوف انجح ولا لا. طب يا غزل حتى بنت حياة بتلعب معاها. ما شفتوش أمنية يا غزل؟ لا أمنية ما نزلتش أصلا. يعني إيه ما نزلتش يا غزل؟ دي أخدت الكرة عشان تنزل تلعب معاكي. بس أمنية ما جاتش. يا أستاذة ما أنا قايل لك يا أستاذة. طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أمنية راحت فين يعني؟ والله العظيم ما أعرف يا أستاذة، أنا قلت لك أنا ما شفتهاش ما نزلتش. طب تعالى بص عليها معايا بره. طيب تعالى أنا قلقانة عليها. يلا تعالى اتفضلي يا أستاذة. هو في إيه؟ يلا يا فريد لعب. يلا يا غزل افتحي يا وردة، افلي يا وردة، افتحي يا وردة. يلا يا عم هنتأخروا. سلام. كل سنة. طيب يا عمو احنا بالليل يعني هقول له نتعشى. كل سنة وانت طيب يا عمو. ربنا يخليلك عيالك يا رب. ربنا يكرمك يا عمو. على فكرة يا بابا وماما غلبانين يا عمو. النبي هات فلوس عشان عايزة اتعشى. والنبي يا عمو خد يا عسل. اتفضلي. شكرا.
ربنا يكرمك يا عمو يا رب ويخليك يا عمو. خدي اتفضلي. والنبي يا عمو عشان عايزه اتعشى يا عمو، ربنا يخليك ويكرمك يا رب. خدي. شكرا يا عمو، ربنا يخليك. ماشي الله يسهل لك الحياة. شكرا يا عمو. والله يسهل لك. يا عم استاذة ما طلعتش يا ماما. قلت له امي ايه؟ كنت فين يا امنية؟ لقيتيني عليك يا امنية، كنت فين؟ بصي يا ماما، انا قلت اعيش يوم كامل امسح عربيه. يعني ايه تمسحي عربيه؟ انا مش فاهمه حاجه. هفهمك يا ماما، بصي استني يا ماما بس مين يحكي لك. احكي. بصي يا ماما، انت عارفه العيال اللي انت عايزاهم فلوس يا ماما اللي بيمسحوا عربيات؟ ايوه عارفاهم، مالهم؟ رحت قعدت معاهم، تعرفي كمان خليتهم يا ماما يعلموني ازاي امسح عربيات، وقالوا لي كل حاجه، وقالوا لي كل المعلومات عن اللي بيمسحوا عربيات. هفهمك بقى يا ماما. وانت مالك وأنا... اصلا اسمعيني بقى، وانا بمسح العربيات بقول كل سنه وانت طيب يا باشا، ربنا يخليلك عيالك يا رب، ربنا يكرمك، يومك فل ان شاء الله، والنبي يا باشا عشان خاطري راضيني عشان عايزه اجيب العشاء. تعرفي كمان يا ماما، بعد كده لما تشوف عيال بيمسح عربيات لابسين عبايات نظيفه مش متوسخه ما تدهمش فلوس. تعرفي ليه؟ عشان هما يبقوا غنيين وكان معاهم بيوت ويروحوا مدارس وكل حاجة وعندهم نت كمان. لكن لما تشوفي العيال يا ماما اللي هما لابسين لبس مثلا متوسخ، هتعرفي لهم ملهمش اب ولا ام، ومامتهم رمياهم او باباهم رميهم وغلبانين، دول بقى اللي تديهم فلوس يا ماما. ايوه انا عرفت كل حاجه. يعني انا وكلتك كده تنزلي تمسحي عربيات؟ أيوة. بسم الله ما شاء الله. ما انا جيت تحفظي الكلام. بصي مسحتي كام عربيه بقى يا امنيه؟ انا مسحت حوالي يا ماما 10 عربيات. ده انا هنفخت. عارفه الكفته يا امنيه؟ هقلبك كفته. طب بصي بقى يا ماما، تعرفي انا بس جيت اقول لك، بصي انا جمعت فلوس كتيره قوي يا ماما، حوالي 300 جنيه. ده انا هقطعك يا امي. انا جيت اقول لك بس وهرجع تاني امسح عربيه. تعالي هنا. ترجعي تروحي فين؟ تعالي هنا. في ايه؟ انا هطلع عندك. انت ما قلتليش اصلا رايحه فين ولا جايه منين. ازاي تعملي حاجه زي كده يا بنتي؟ حرام عليكي. هروح امسح عربيات تاني، بس اتعلمت كل حاجه يا ماما. تعرفي الناس بيحبوا الكلام الحلو، بيديني فلوس اكتر على الكلام الحلو اللي انا بقول. انت عارفه انا مش هتكلم معاكي عشان هجيلي الضغط والسكر والقلب وكل حاجه بسببك. انا هسيبك لابوكي هو اللي يربيكي. الفلوس دي اساسا انا مش هصرفها، انا هحوشها يا ماما في الحصاله بتاعتي. بصي انا لميت فلوس كتير قوي يا ماما. دي كده ايه يا ماما؟ دي فلوس دي يا عم احمد. اطلعي لي قدامي يا ماما. لا اطلعي لي قدامي. انا هطلع عيني. اطلعي حضرتك اطلعي. يعني انا نفسي اعرف يعني يا استاذه امنيه انت ازاي خرجت من باب العماره وانا قاعد؟ ازاي يعني يا استاذه امنيه 300 جنيه؟ انا هسيب العمارة واروح امسح عربيات.